مرحبا، هعلمكم كيف تعملوا مخلل الخيار الحلو مع شبت بعشر دقائق. شو بدنا هون؟ مطربان او برطمان. رح نحط فيهم كميه متساويه من خل والمي. ودائما بنعمل براين للمخلل او ميه المخلل عندنا ملح وسكر. بنسكر وبنخلط. رح نحط بالكيس عندنا هون خيار مقطع لمكعبات صغيره، شبت او الشمره الخضراء، خردل اصفر، بعمل له بلانش بمي سخنه 4 مرات. البراين رح نسحبه من الهواء. بنشوف عندي انا هون المخلل كيف صار. الخيار دغري سحب البراين، بتغير عندي شكل الخيار، بنحسه صار عندنا جاهز. بده 10 دقائق لحتى يتنكهوا مظبوط. اذا ما كان عندنا ماكينه الفاكيوم فينا نحطهم بالمطربان ونغطيهم لمده ساعه، بصير عندي مخلل الخيار الحلو مع الشبت جاهز. انا محمد، سلام.